دكتور أمال بوسعيد العالمي، رئيس المنظمة الدولية للدفاع عن الحقوق والحريات المعروفة اختصارا بديرلم انترناشونال. احنا الآن كنا في ندوة في مؤتمر صحفي بسبب قبول دعوة رفعتها المنظمة الدولية للدفاع عن الحقوق والحريات ضد إبراهيم غالي و42 من قيادات البوليساريو لصالح 40 من الضحايا، من بينهم 22 امرأة و2 من الأطفال و16 الرجل. طبعا هذا الدعوة هذه تم رفع ديالها في الاي سي سي، المحكمة الدولية الجنائية او انترناشونال كريمنال كورت، وكذلك المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان. طبعا المحكمة الإفريقية تم قبول الدعوة بسهولة، ولكن بالنسبة للمحكمة الأوروبية كان عندنا تخوف كبير، والحمد لله كان عندنا تخوف كبير، والسبب ديالو أن المغرب ماشي عضو في الاي سي سي، ولا حتى البوليساريو حتى هي ماشي معترف بها من قبل الأمم المتحدة، ولكن على اعتبار أن الدولة الإنترناشونال هي منظمة أوروبية فتم قبول الدعوة من هاد المنطلق، وغادي تكون أولى جلسات هاد الدعوة إن شاء الله في ديسمبر. وطبعا هذه ماشي اول مره درلم انترناشونال كتدخل في هذه القضيه يعني القضايا ديال حقوق الانسان، خصوصا لصالح المغاربه الصحراويين المغاربه ضد ابراهيم غالي، حيت كان عندنا سبق وطبعا وتمكنا من الحصول في 2011 في 2016 يوم 11 يوم 17/11 كنا سبب في اصدار مذكره ترقب واعتقال ضد ابراهيم غالي من قبل المحكمه الخامسه بمدريد، اللي على رأسها القاضي خوسي لاماتا.